صباح الخير. خير ألكسندرا، صباح الخير سمر، صباح الخير هلا. جمعة السمادي، كل فريق برنامج يوم جديد، والجو بارد جدا في مدينة الفايس. صباح يعطيك الخير العافية أكيد أحمد. لكل قافلة يوم جديد. صح، يعطيك العافية أحمد. عم بقول إنه ألكسندرا على نعم فكرة امبارح كانت المساء بالفحص، لأنه دار جدتها بالفحص، صح، بيتك يعني لا ألكسندرا بالفحص، فيعني سلم لنا على أهل فحص. مدينة كتير غالية على قلوبنا والله، يعني لأنه في لها خصوصية بتتميز بأهلها، كتير طيبين، كتير مبدعين، عندهم يعني استقبال دائما حلو لضيوفهم، فتحياتنا لأهل الفحص هذا الصباح يا أحمد. نعم سمر، كلامك سليم، هنا يستقبل الضيف استقبال صح، جميل، دائما مرحب فيه، دائما بيستقبلوا السائح والزائر، دائما فاتحين ابوابهم لكل الزوار والسياح، لاهالي مدينه الفحيص، لكل زائر من اي مكان في العالم. طبعا اليوم راح نصبي عليكم على الهواء مباشره من مدينه الفحيص اللي بتقع على بعد 13 كيلو متر غرب محافظه العاصمه الحبيبه عمان. يبلغ عدد سكان هذه المدينة حوالي 20,000 نسمة، بتشتهر بوجود العديد من المعالم الأثرية التاريخية والكنائس القديمة والبيوت التراثية، بتمتاز بسحر وجمال طبيعتها الخلابة وبساتينها الخضراء ومزارع الزيتون وكروم العنب، بالإضافة إلى العديد العديد من المعالم السياحية. ومثل ما ذكرت في بداية حديثي، هذه المنطقة بتمتاز بالأصالة والكرم والجود والطيب بأهاليها، أهالي مدينة الفحيص المميزين دائما. طبعا مشاهدينا، الآن راح أخليكم مع بعض اللقطات الصباحية من مدينة الفحيص في الأجواء الصباحية الرائعة مع الزميل أنس عواد، وصباحكم مليء بالأمل والنشاط والفرح والسعادة إن شاء الله.